السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله معانا مروحة أهي، نشوف مع حضراتكم. طبعا هي مش شغالة نهائي، وصلت كده هبدأ أشغل على أي سرعات، مفيش أي تشغيل ولا في أي صوت للموتور ولا زلنا ولا أي شيء، مروحة ساكتة خالص. طب هنا إيه الحل عندنا؟ طبعا ممكن نقول في ملفات قطع أو شيء قطع، فهنعمل حاجة كده علشان نشغل بقى المروحة. لازما تجربها الاول علشان ما تروحش تغير الموتور وتقول في ملفات قاطعه فيه او شيء، فجرب اللي احنا نعمله ده وان شاء الله هيفلح معاك وهتشتغل المروحه زي ما نشوف دلوقتي. عندنا هنا المروحه طبعا زي ما احنا عارفين في السلك الاسود ده بيوصل على التيار 220 مباشره، والتلات اسلاك اللي هم معانا دول، سيبك من السلك البني ده، التلات اسلاك دول السرعه معايا، تمام، اللي هو الاحمر الازرق والاحمر والابيض والاسود ده اللي هو بيوصل معايا لخط 220، ودول بيوصل معاه مفتاح السرعات اللي هم التلات اسلاك دول. فهنا السلك الاسود ده ساعات بيبقى قاطع من جوه ملفه، بيقطع او هو بيقطع من جوه، فبالتالي لما بتيجي تشغل المروحه ما بتشتغلش معاك زي كده. فهنا هنعمل حاجه دلوقتي، حل كده ان شاء الله يشغل معانا المروحه زي ما انتوا دلوقتي. السلك الاسود ده هنبدا من هنا كده زي ما انتوا شايفين كده، وهنا هنعزله، هنشيل العزل اللي عليه وسلك زي كده وهربطه فيه اهو. افصل التيار الاول، ربطت هنا سلك اهو في السلك الاسود معايا، وهاجي هنا عند المكثف اللي معايا ده. طبعا المكثف خارج منه سلكين زي ما واضح قدام حضراتكم اهو، ادي سلك وادي سلك، دي الاسلاك الملف، هاجي رابط فيهم السلك اللي انا ربطته هنا اهو. هنجرب بقى ونشوف. هبدا اوصل كده تيار زي ما واضح قدام حضراتكم، المروحه لفت ايه، لكن بتلف العكس. طب ايه الحل دلوقتي؟ حل ان انا اخلع السلك ده تاني اللي انا ربطته من هنا في جنب الملف، واربطه في السلك التاني للملف اهو كده اهو. اوصل المروحه، كده المروحة اشتغلت بصورة طبيعية اهي، لفت في الاتجاه اللي انا عايزه اهي، تلف في الاتجاه ده كده، الاتجاه الصحيح اهو. المروحة اشتغلت على كل السرعات اهي واشتغلت تمام. طبعا كان ملف السلك الاسود قاطع معايا والمروحة اشتغلت، فعشان كده جرب قبل ما تغير الموتور، جرب الطريقة اللي احنا بنقول عليها دي. ده في حالة لو الموتور قاطع معاك خالص، الموتور فيه زنة، ده احتمال ممكن يبقى المكثف عندك او المروحة عايزة جلب. لو الموتور لقيت فيه زن، انما الموتور قطع خالص مفيش صوت فيه ولا سخونة ولا اي شيء، فشوف السلك الاسود ده ربما يكون فاصل زي ما جربنا مع حضراتكم كده، والمروحة اشتغلت معايا. طبعا انا مش تخصص مراوح، لكن انا شفت كذا مقطع للاصلاح ده، فحاولت اشاركه مع حضراتكم بحيث حد يستفيد منه ويحيي مروحة. المروحة دي فعلا كانت عندي مش شغالة، وانا قلت يا فيها ملف قاطع وعايزة موتور، فما توقعتش ان السلك الاسود ده قاطع. فطبعا وانا بقلب على الفيس وهنا وهنا، شفت كتير من اخواننا عاملين فيديو لنفس الموضوع ده، فقلت اطبقه واشوفه، فطبقته، فالطريقه نجحت زي ما انتم شفتوا كده حضراتكم، واشتغلت المروحه معايا وتحيا الموتور معايا، هو هيشتغل معايا تاني تمام مفيش فيه اي مشكله. فمش عيب ان احنا نتعلم، وما زلنا نتعلم وهنتعلم ونفضل نتعلم على طول في حياتنا، فكل يوم بنتعلم جديد. فدي حاجة بسيطة اهي، حيت معايا موتور سعره حاليا بيوصل سعر الموتور ده لو لقيته اللي هو الاصلي ده مش هيعدي 300 جنيه او 300 وحاجة، انما الموتور العادي الصيني ب 200 جنيه و 250 جنيه وما بيقعدش معاك، يعني الموتور اخره خالص ممكن يعدي معاك الصيف او الصيف اللي بعديه وخلاص، على كده الموتور بيبقى عايز جلب وبعد كده بيسخن وبعد كده بيترمي. فبالتالي لما نصلح الموتور الاصلي للمروحة دي، المروحة دي اتا لما تصلح الموتور الاصلي زي كده، ده بيعيش مع المروحه، بيقعد معاها فتره اطول. وان شاء الله باذن الله ده كان فيديو بسيط حابين نشاركه مع حضراتكم. لو استفدت من الفيديو يا ريت تضغط لنا لايك، تعليق طيب من حضرتك، وتشارك الفيديو مع اخواننا. ولو انت مش مشترك معنا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا الجديده. ونستودعكم الله وانتظرونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.